تعالوا دلوقتي نروح لفقرتنا المرورية، وهيبقى معانا مراسلنا مينا مكرم عشان يقول لنا على أحوال شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير عليك يا مينا. صباح الخير يا ليندا، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولة مرورية جديدة. النهاردة بنبدأها من شارع السودان في منطقة المهندسين محافظة الجيزة. خليني أقول لك إنه شارع السودان إلى حد كبير في سيولة ملحوظة مع وجود بعض الكثافات البسيطة للمتوسطة، وده من خلال مرورنا من بداية شارع السودان. خليني أستعرض معاكي ده بشكل مباشر من خلال حركة الكاميرا اللي هتظهر لينا دلوقتي الطريق. وأبرز الملاحظات اللي قادرين نلاحظها في شارع السودان يا ليندا كمان إنه في عملية تطوير ورفع كفاءة لهذا الشارع الهام طبعا، واللي بيربط عدد كبير من المناطق في محافظة الجيزة، بداية من يعني شارع جامعة الدول العربية وشوارع مختلفة وصولا لجامعة القاهرة وميدان الجيزة. وإذا حضراتكم ملاحظين جزيرة الطريق كمان بيتم تصغيرها لتوسيع مساحة الطريق علشان استيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات، وطبعا كمان جاري إعادة رصفه ورفع كفاءته. وإحنا كده في وصولنا كمان لتقاطع شارع السودان مع شارع التحرير في منطقة الدقي، وهنكمل طريقنا لميدان أو لجامعة القاهرة الأول ثم بعد كده ميدان الجيزة. هنكون بنتابع معاك يا ليندا ومع كل مشاهدينا تفاصيل جولاتنا المرورية خلال الساعات المقبلة في صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا ليندا مرة تانية. شكرا ليك يا مينا. يعني مشاهدينا كان معانا مراسلنا مينا مكرم من شارع السودان، ودي كانت فقرتنا المرورية.